تعليق على هذا الخبر معنا على الهاتف السيد اللواء محمود منصور رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية. سيادة اللواء صباح الخير. صباح النور على حضرتك وعلى السادة مشاهدي قناة دريم. أهلا بك يا فندم. النهاردة في يوم من الأيام ربنا الجميل على الأرض والجو الجميل بتاع القاهرة وكل أنحاء مصر إن شاء الله يا فندم. بس طبعا عايزين نعرف كده تعليق حضرتك وقراءتك للمشهد يعني هذا الأسبوع وتحديدا اليوم. نحن نتحدث عن بيان رقم 4 الخاص بالقوات المسلحة حيث أن الجيش صف 6 تكفيريين ودمر 16 ملجأ في سيناء أمس. تفضل يا فندم. في الحقيقة أنا قبل ما بتكلم في الموضوع عايز أوجه اندهاشي الغريب او استغرابي، انا حاول اتكلم بلغه مفهومه للكافه. اتفضل. يعني هو ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان في اسر الولاد دول الارهابيين اللي فاقدي الوعي والادراك والفهم ليهم اهل وليهم جيران، والمفروض ينبهوهم اذا كانوا الولاد دول عقولهم مغلقه فأكيد أهلهم عقولهم مش مغلقة بيشاهدوا. تمام. عشان مقابل إيه هم بيسيبوهم يموتوا؟ ما هم ميتين محكوم عليهم بالموت. هيموتوا مين عندنا إحنا؟ إحنا كلنا قابلين الشهادة، إحنا شهداء. طب أنتوا إيه؟ وبالتالي ده بيموت بلا ثمن لا دنيا ولا آخرة. وبالتالي الكلام اللي بوجهه لأهلهم ولجيرانهم وأصدقائهم واللي قاعدين معاهم في الجحور المهجورة اللي موجودة في البؤرة الصغيرة من شمال شرق سيناء ينبهوهم ويوعوهم وينصحوهم بدل ما يموتوا الموتة الرخيصة دي. طيب اللي حضرتك بتقوله ده سيادة اللواء بعد إذنك، اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا لأن دلوقتي الموضوع كده بقى مش موضوع سلاح، مش موضوع إحنا عندنا سلاح وما عندهم سلاح إحنا ما عندناش كذا، لا الموضوع دلوقتي اللي حضرتك بتقوله ده إن في ناس بيتلعب بعقلهم بهذا يعني بهذه الأفكار المسممة وبالتالي بيموتوا زي على حد قول حضرتك هذه الموتة الرخيصة، لأن هم إحنا حضرتك بتقول إحنا شهداء، هم إرهابيين يا فندم، هم مرتزقة، دي شغلتهم، هم بياخدوا فلوس ويقتلوا. ما هو اللي انا اخد فلوس عشان اعيش اتمتع بيها او ابني بيها قصر او اشتري بيها عربيه دبل كابينه او الى لا يا فندم، هم بياخدوا فلوس عشان بياخدوا فلوس وبيقولوا لهم كمان لما تموتوا الناس دي هتدخلوا الجنه. الى اي مدى هذا الجهل منتشر وموجود في وسطهم؟ يعني لا منتشر قوي. انا لسه كنت هناك في سينا وشعبنا اللي موجود في ارجاء شمال سينا رافض سلوكيات الناس دول وبيستعجلونا في التخلص من رائحتهم، كارهين الريحه بتاعتهم وكارهين سيرتهم وكارهين سلوكهم وعارفين ان هم اتضحك عليهم وان هم مخهم بقى مغلق ومش قابل اي تصحيح، وبالتالي لابد من كسر دماغتهم علشان الدماغ ده أصبح دماغ عفن محمل بأفكار زرعت من أطراف دخيلة على الإسلام، وإحنا عارفين مين هو أبو بكر بتاع داعش اللي بينتهي أجله حاليا على أرض العراق وسوريا، وقدامهم بالكتير قوي شهر قبل نهاية 2016 قصة الإرهاب في نهايتها العائل يلم نفسه قبل ما تدوسه قوة الشعب المصري وإرادة الشعب المصري التي لم تقهر ولا تقهر. والدليل على كده من 43 سنة أنا لما كنت في سيناء شايف الدبابات الإسرائيلية الصناعة الأمريكية والصناعة البريطانية محطوطة للفرجة اللي عايز يتفرج من الشعب المصري أو من شعوب الدنيا كيف هزمت إسرائيل ومن وراها أمريكا على أرض سيناء. شوية الهلاهيل دول المبعثرين في الصحاري او في الجبال هينتصروا على مين؟ على جيش نظامي بالقوه دي، طيارات زي ما البيان رقم 4 بيقول، طيارات انا شفتها بعناية وشفت الدبابات وشفت العربيات المدرعه، شفت القوه الجباره اللي بتمتلكها مصر. القوه دي هتدوسكوا يا ارهابيين يا جهله يا اللي تم تضليلكوا والضحك عليكوا بشكل او باخر. وبالتالي اللي عايز اقوله انتوا مرفوضين من اهل سيناء بالكامل، الناس كلها عايزه تعيش حياتها الطبيعيه. ان احنا كنا بنمثل الجمعيات الاهليه هنا في الوادي، طلعنا وزرناهم، شفنا احتياجات، سكن لهم احتياجات،
شفنا احتياجهم للدفء والتأييد المعنوي أكثر من أي حاجة تانية. هم عارفين إن مرحلة التعمير بدأت بالفعل، والنهاردة الخبر بتاع النص مليون فدان، 500,000 فدان نازلة للشعب المصري عشان نبدأ نزرعها ونعرق فيها. صحيح. في مرحلة بس احنا يا فندم عشان يعني ننهض بسيناء ويكون فيه هناك تعمير زي ما حضرتك بتقول، لازم نقضي على هذه البؤر الإرهابية، ولازم كمان مش جيش بس يا فندم، هو لازم كمان أهالي سيناء اللي حضرتك بتقول ان هم مش قابلين ان هؤلاء الإرهابيين يعيشوا في وسطهم، لازم يسرعوا بالإبلاغ فورا، لان يعني هو كل ما بنبتدي في موضوع التعمير بيحصل عرقلة، والعرقلة بتكون في عمليات إرهابية واستشهاد العديد من أولادنا وأخواتنا في القوات المسلحة. طب أنا عايز أكد لحضرتك حاجة. تفضل. من خلال برضه مشاهدة بنفسي، ده الكلام ده على مدى الأيام القليلة الماضية هناك بعد العملية الأخيرة. تمام. وبالتالي شفت عمليات التعمير يعني متحركة، الناس اللي بتشتغل في التعمير متحركين في كافة الأماكن. التعمير مش متوقف لسبب بسيط. سيناء مساحتها 61,000 كيلو متر مربع. سيناء ضخمة جدا. تمام. هي صغيرة من حيث المساحة، هي سدس مساحة مصر. وبالتالي الجزء اللي فيه الإرهاب ده جزء صغير جدا في أقصى الشمال الشرقي، جنب حبايبنا اللي كانوا حبايبنا بتاع غزة. تمام. اللي حاربونا واستخدموا وهربوا سلاح إلى داخل مصر، وكانوا عايزين يحتلوا أرضنا بدل ما يحرروا ارضهم. ده جزء صغير جدا، مساحته لا تتعدى 15 كيلو في 20 كيلو. النهارده القوات المسلحه المصريه بتقوم بعمليات تطهير كامل، واذا عادوا سنعود اليهم مره ثانيه، لان احنا الحركه الاخيره ديت مش عايز حد يتضايق، مش عايز ام شهيد تتضايق، لان ابنها اللي بيفدي مصر واللي جوزها بيفدي مصر واللي ابوه او ابوها بيفدي مصر بروحه، ده بيخلينا نكتشف ان هناك محاولات للعوده اخرى من بعض القوى الاقليميه لتحريك الارهاب داخل سيناء. مش لاقيين حاجه يعملوها. صحيح. هزموا من مصر. الهزيمه واكله كبدهم واكله مخهم، متصورين ان هم بالمال هيقدروا يشتروا الناس الى ما لا نهايه. لا قله ضعيفه، القلة الضعيفة دي بتتاكل النهاردة، بتقهر النهاردة. النصر دائما كان لمصر وسيبقى لمصر، والجندي المصري والضابط المصري والضابط الصف المصري أقوى من المال الحرام اللي بيحاول يقتل إرادة وحرية الشعب المصري. طبعا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، رغما عنهم بإذن الله بإرادة الشعب المصري. طبعا يا فندم، تحيا مصر للأبد. وأنا بشكرك شكرا جزيلا على التعليق ويعني الطاقة الإيجابية اللي حضرتك اديتها لنا الصبح رغم الحزن اللي بيخيم علينا الحقيقة من الأسبوع اللي فات. شكرا مرة أخرى السيد اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، وعودة إلى